بس اهم حاجه بتاكد على حسن المعامله الكويسه ومفيش زحمه جوه الميكروباص ونمشي برضو بالراحه ما نجيش بسرعه عشان دول ولادكم وموجود انا خبر على ده طبعا يعتبر واحد الاخر ولا عارف والله وده مدرب عشان ما فيش جمع مجمع مجمع في ناس بتشتكي يقول لك بيعاملونا وحش واحيانا السواقين بيقولوا كلام مش حسب طبعا كلهم بناتكم وبناتكم اكيد هتلاقي حد فيهم قريبك طبعا ولا قريب ابن عم يعني اكيد هنا صورة صورنا ورا